السفيرة احنا نشكرك على هذا اللباس التقليدي لباس جمهورية بنين، وانا اذا يعني سمح لي ان ابادل هذه الهدية بنفس الهدية اوصي فصول يعني يعملون تفصال دشداشة الكويتية مع القطرة والعقال، ونشكر على مشاركتنا ايضا في احتفالات الاعياد الوطنية لمحافظة الفروانية هو واعضاء السفارة والجالية الموجودة في الكويت، وطبعا كل الأخوة السفارات الأعزاء اللي شاركوا في احتفالاتنا. Merci beaucoup pour dire que je suis très honoré. Et que moi aussi je l'apprécie tellement il est très sympathique, très ouvert. ويقول أنت شخص طيب. Et que Dieu nous garde le plus longtemps ensemble. الله يحفظ العلاقة بيننا.